مصطفى عبد الرزاق نائب مدير عام لاي بي تي اريبيا في شرق اوسط شمال افريقيا اللي هي الموزع الرئيسي لاعتماد مراكز التدريب التابعه للانترناشونال بزنس ترينينج اسوسيشن بامريكا. سبب وجودنا في قطر الزياره الحقيقه لتوقيع اتفاقيه اعتماد مركز المتخصص للتدريب كمزود او مدرب البرنامج السي بي بي في دوله قطر. نحن في IBTA جمعية دولية تدريب الأعمال نشكر مركز المتخصصة على اختيار منتج برنامج CBE لتدريب الأعمال. البرنامج الحقيقة حقق نجاحات كبيرة في دول أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونحن الآن في قطر نطلق البرنامج من جديد بالتعاون مع مركز المتخصص للتدريب كمركز معتمد الوحيد في قطر للتدريب وتسويق البرنامج. الحقيقة في معايير محددة الجمعية تطلبها من المركز عشان يكون قادر وكفؤ على إطلاق البرنامج وتدريبه. المركز متخصص مركز عنده الكفاءات اللازمة والمعايير اللي تعتمدها الـ IBTA ليكون مركز معتمد في المنطقة. نتمنى لهم التوفيق ونحن سعيدين جدا بالتعاون والشراكة معهم.